سيدنا الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر من امام المحكمه الصغريه الابتدائيه بعين السبع. دائما مشاهدينا الكرام في اطار تتبعنا لقضيه القيدة غيتا وولد الشينويه وندى حاسي واخرون، اليوم في هذا اللقاء المباشر كاين ضيف ليس كباقي الضيوف، لنجري لانه شاهد على هذه القضيه من الاول وتالاخر وعنده معطيات خطيره مشاهدينا الكرام، وصديق ديال الطرفين وعنده بزاف ما يقول في هذه القضيه. لهذا بغيتكم ترحبوا معايا جميعا في هذا البث المباشر بلونجري. سي لونجري، مرحبا بك. الله يطول لي عمرك. لاباس عليك مراد، والله على سلامتك. الله يسلمك. الله يبارك نهار كبير هذا. الله يبارك فيك. اليوم حضرتي الجلسه، وصف لي الجلسه كي دازت. كما كتشوف اخي مراد، اليوم كنتواجدوا في المحكمه الابتدائيه ديال عين السبع وجينا نازروا قيدة غيتا. كنا كننتظروا ان شاء الله اليوم يكون تنازل زعما وتخرج من السجن، لكن للاسف تاجلت الجلسه نهار الاربعاء ان شاء الله اللي ماشي. ولكن بالنسبه لمشاهدينا الكرام، التنازل كاين مفاجاه غنقلوها لكم اليوم على المباشر. كاين تنازل ان شاء الله وتبقاو معنا حتى الاخر ديال الفيديو هذا، لان كاين بزاف ما يتشاف وكاين بزاف ما يتقال. كاين بزاف ما يتقال. انت في الاول كنتي في الطرف الاخر، كنتي مع ندى. كنت مع ندى. من بعد شناك تقلبتي وخرجتي بواحد المعطيات خطيره، شنو السبب؟ السبب هو انني انبني الضمير ديالي وقررت انني نقلب ست سعود ومد المحتوى على هذا الشيء هذا. وكيقول لك الساكت على الحق شيطان اخرس، فهمتيني؟ يعني المهم بغيت نبرأ الديمة ديالي ونقول ان الناس هذوك كيستحمروا الشعب باش يكونوا واقعيين، كيضحكوا على الناس، فهمتيني؟ كيمثلوا كيديروا افلام. الافلام اللي كتقول خطير. اكيد، واتحمل كل المسؤوليه ان الناس هذوك كيضحكوا على الناس وكيتصافقوا، يعني فهمتيني؟ كيتصافقوا في الخاص، كل شيء كان كيدوز قدامي في الكواليس بعد انا ما كنت في تركيا، فهمتيني؟ كمل كمل. الخاص قلتي كيتفقوا بانهم يديروا افلام على المغاربه. هادو شكون هادو؟ كيعيط هذاك السيد هذاك في الامارات كيقول انا خرج بفيديو من دابا ثلاث ساعات خرجتي فيديو، وداك الشيء قدامك يدوز امام الكواليس. هذا الشيء خطير مشاهدينا الكرام، لان في صك الشكايه اللي داير ولد الشينويه بالقيدة غيتا كيقول بانها دمرت ليه مستقبله الزوجي ودارت ليه مشاكل مع الزوجه ديالو. الان سي لنجري كاين فيه هذا جمله وتفصيله، وكيقول بانهم ما كانوش غيتزوجوا وكانوا دايرين فيلم على المغاربه وكانوا كيتفقوا على الخاص انهم يديروا فيديوهات. قال شويه غنتزوجوا شويه غنتخاصموا. عاود لنا كيفاش قربنا اكثر هذا الموضوع. قلت لك فهمتيني، يعني كيتفقوا في الخاص كيعيط هذاك اللي في الامارات حريو ذاك يقول فهمتيني نسينا عطلع فيديو، انا خرجت فيديو نسينا عطلع من دابا ثلاث ساعات اربع ساعات فيديو، كلشي اتفاقيات وكلشي مسرحيات، يعني كيضحكوا على الناس، فهمتيني؟ انت حاضر لهذا الشيء؟ اكيد، انا كنهضر على راسي شخصيا. اذا كنت انا دخلت فلوس هادو ديال اسنس على طهر الشعب، الله ينعل جد بابا وما الفلوس هادو ما خصنيش. حيت شنو انه كيعايرها وكيسبها، هادشي متفقين عليه؟ متفقين عليه كلشي، هادشي هذا كامل اللي كتشوفوا كاملين كيضحكوا على الناس، ما كيمنوا حتى شي حاجه. كون معك واقعي. كيتفقوا بانهم يتسابوا وتعايروا امام المغاربه؟ اكيد. الله يديم اخلاق السلام. من بين الاسرار اللي كشفتي ماشي غير هذا الشيء، قلتي كاين اشياء اخرى. اليوم فرصه امام المشاهدين، لان عندكم متتبعين وكيتيقوا بكم، لكن اليوم تقلبات المفاهيم، ما بقينا عارفين شكون تيقوا، واش نتيقوا الطرف الاول ولا الطرف الثاني. دابا انت تعتبر محايد. الحمد لله. مادام انك خرجتي من هذا كما نقولوا حنا واحد العصابه. وكما شفتوا دابا انني خرجت من هذه المجموعه، دخل واحد السيد اخر اللي كاين دابا في السويد كيتواجد في السويد، هو اللي باش يغومبلاسي. شكون هو اللي كيتواجد في السويد؟ السيد بلا ما نقل الاسم ديالو، حيت اصلا هو مخلص باش انه يشاروه ويطلعوا له الكونت ديالو. داكوغ، اذا كاين الناس كيعطيو الفلوس باش ان يديروا البوز. باش يديروا البوز. كاين بين هاد الناس شي واحد في السويد عطي الفلوس باش يطلع يطلع في بلاصه رضا والشنويه زعما. لا، راه هو باش دخل معاهم في لاكليك. دخل معاهم في لاكليك زعما حتى هو غيدير فيلم. شنو هاد الفيلم اللي غيديروا باش نكونوا عارفين؟ عندنا واحد السباقيه. هو ان هو اللي غيرجع داز اللي كان قرب شويه الله يخليك، هو اللي غيرجع داز نحريو داز نريدا يرجعوا له داك الشيء هذاك، فهمت؟ حيت شنو واحد السيد طلع في الفيديو قال انا باغي نخطب حريوده، وقالت لهم الشروط ديال الخطبه ديالي انك ترجع جهاز رضا. وي وي، كون شفت رضا. وي، وخرج رضا قال له بغيتي ترجع لي دهازي غتجيب لي الماكن ديال 3 مليون. هادشي كامل متفقين عليه. الله يديم اخلاق.
صراحه المشاهدين الكرام هذا الشيء اللي كنسمعوه هذا الشيء خطير وخطير جدا، واكيد ان مجموعه من المتابعين متبعين هذه القصه يعني بحسن نيه وما عارفينش الكواليس والخبايا ديال هاد الناس هادو شني كنت تطبق في الكواليس امسيني. والحمد لله ما يخرجش في البرنامج ديال نهار الجمعه اللي كنت قصفه. الحمد لله شفت ان الناس بداو كيكتبوا في الكومونتير صافي راكم تفرشوا داك الشيء هذاك، يعني ناس يسمعوني انا نخرج في الانترفيو صراحه بهذ الحقائق هادو الناس ما بقاوش كيتابعوهم، حتى المشاهده راه طاحت. اذا انت كنت شريك معاهم في هذه الجريمه نقدر نقولوا. اكيد راه كنت كنشوف كل شيء قدام عيني فهمتي. ثاني بديت كنت كندير اغلاط وتعرفت انني كنت كندير اغلاط منهم المضربه اللي كنا درنا انا وهشام من الاولي وشحال من حاجه ومن اعترف بذنبي فلا ذنب عليه. شنو اللي خلى الضمير ديالك يصحى؟ لخدال الضمير ديالي انا يصحى انني كنتلاقى ناس في الزنقه كيسولوني امندرا صافي دخل صالحهم، كيبقاو فيا الناس اللي كنتلاقاهم في الشارع وكيقولوا لي فهمتيني يعني حاول انك تدخل بيناتهم خيط بياض وشحال من حاجه والضمير ديالي انبني. بقات فيك القايده غيتها؟ اكيد. شوف كيقول لك اللي دار الذنب يستاهل عقوبه، ولكن ملي كتجي تدور كاميرا وكتشوف ان ديك البلاصه ما تبغيها حتى شي واحد. لا يطلق الصراحة كل واحد سجون. دابا حضرتي الجلسة شفتيها في الكاميرا كيفاش كانت الحالة ديالها؟ الحالة ديالها وجهها صفر بزاف وش غنقول لك ضعفت وديك الشيء هذاك، المهم لا يطلق صراحة. كتعتقد على أن هذا الشهر اللي داز كافي؟ أكيد غتكون خدات الدرس وراه شهر ماشي ساهل، راه نهار واحد في ديك البلاصة هذيك راه الواحد كي ربي اللي علم بها. لونجري شنو السبب اللي خلاك دخلتي وسط هؤلاء؟ واش انت كتقلب على البوز؟ شوف انا هادشي هذا جا صدفه في الكونفيمون كنا كنشبروا كنطلعوا لايفات، المهم كانوا كيتفرجوا فينا الالاف ديال الناس واحد النوبه انا وصوفيا طالوني كنا وصلنا اللايف ل 100,000 مشاهده قسما بالله العلي العظيم 100,000 مشاهده في اللايف صافي البوز فهمتيني. اليوم غدا جبرت راسي داخل في واحد المجموعه اللي هي كارثه. وعجبك الحال بقيتي مستمر في هادشي؟ الو ما شفتش العواقب ان السمعه ديال واحد كطيح ملي وصلنا هاد النيفو هذا؟ المهم شحال من حاجه ندمت عليها. دابا الضمير ديالك صحه؟ واش مازال غادي دير افلام باش تزيد تشهر؟ لا لا ولا لا اكيد صافي حبس. انا قررت انني نبدل المحتوى ونقلب ست سعود. اكبر دليل انني طلعت فضحت هادشي هذا واعترفت بالاغلاط ديالي اللي كنت كنديرهم انا. حيت انت شفنا في بعض الفيديوهات كتخرج مع ساري كول وكتمثل بانك غتزوج بها، هادشي كلام؟ ماشي جواج، هذا كيكون في تركيا داك النهار باش نجيكم نيشان. صورنا في محل ديال الدكاك ديال الذهب فهمتيني. صوفيا طالوني كانت شات لخالتهم وشحال من حاجه وانا وياها كنا تصورنا عند مذهب والسلام. اما اللي كان شرا لخالتهم هو صوفيا طالوني ماشي انا. انتم مشيتوا لتركيا باش ديروا اشهار؟ مشينا انا مشيت سياحه ومشيو يدير صاري كون مشات دار الشافط وهي مشات دار عمليه تكبير الصدر. تكبير الصدر في اطار اشهار؟ اطار اشهار يعني المصاريف مخلصه، مخلصين لهم لوطيل الماكله الشراب؟ لا لا مخلصين لهم بي ديال الي غوتو هي والام ديالها. من بعد هي من شبرت مشات شافت انا صوفيا يعني ما جدتلهمش لوطيل وداك الشيء هذاك شبرت ما دارتش عندها عمليه الصدر انتقامي منها. وصوفيا تما اكيد وصوفيا طالوني شبرت هي البي ديالها اللي قطعات لهم هي ويماها وكنسلاتهم اضطروا انهم يقطعوا بي جديد يعني صوفيا انتقمت منهم يعني ناضت الروينه. بين هذه الروينه اللي ناضت سمعنا واحد المعلومه مفادها ان ندى حسي حامله. هادشي اللي سمعت ولكن انا كنت خرجت مره اخرى شفت في فيه دارت ما ذكرتش السميه ولكن فهمتي حامله ما عرفتش. انتم اصحاب اكيد انكم عارفين اصحاب وشكون هو السيد اللي حملت معاه؟ حنا كنعرفوا بان الزوج ديالها مفارقه معاه مده هذه. صافي لونطون دابا هي راه مطلقه هادشي اللي سمعت. وهاد السيد اللي حملت معاه واش ساكن في تركيا ولا ساكن في المغرب؟ ما عارفش والله ما نكذب عليك فهمتيني. انا ما راه خرجت شفت في هدرت ولكن كنقصد واحد لانفلونسوس فهمتيني. هي ولا ماشي هي ولكن انا ما جبتش السميه. واخا حنا ما جبناش السميه ديالها غير هو السيد اللي حملت معاه. واش حيت سمعنا بانها كاريه ليه تركيا وكتخلص ليه الكلام فلوس تيك توك. الى اي حد هذا الكلام صحيح؟ حيت الجمهور كيهمو يعرف هذا الشيء. اكيد اكيد اكيد. الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. ميساج اونفوي. اذا الله يهدي ما خلق وما نبغيوش حنايا نغوصوا مزيان مشاهدينا في هذا الموضوع لان مازال الا كانت شي حقيقه غادي تبان ان شاء الله. كل شيء كيبان مع الوقت، راه شي حاجه ما كتخبى وقريبا ان شاء الله يبانوا بزاف ديال الحوايج اللي عايز يصدموا الناس. بحالاش مثلا؟ بحالاش؟ هذا شي حاجه تصدمنا حنا في هذا اللايف.
مهم كل حاجه كتجيب وقتها كل حاجه كتجيب وقتها فهمتيني. وهذا الشيء اللي قلتي دابا ديجا راه صدمنا لاننا حنايا ما كانش في بالنا بان هذا الشيء داخل في اطار استحمار الشعب واحد الشريحه من المجتمع اللي متبع هذه القصه هذه. شوف كاين بعض الناس اللي هما عارفينهم انهم كيمثلوا ماشي كل شيء بعض الناس عارفينهم انهم كيمثلوا ولكن منسين بداك الشيء ديالهم اللي كيديروا فهمتيني. وكاين ناس اخرين اللي هما الاكثر فهميه اللي متيقين هذا الشيء هذا فهمتيني. كاين اللي متيق وكاين اللي عارفهم انهم كيمثلوا. شنو الرساله اللي توجه لهم مادام انك صحى الضمير ديالك ورجعتي واش خفتي شي حاجه خفتي شي حاجه ولا غير قلتي العواشر هذه ولا كيتزير عليا ما بقيتش مرتاح دخلت في اكتئاب ناضوا لي مشاكل مع لا فامي وشحال من حاجه بحال اللي صافي بغيت نعيش مرتاح وطرونكيل فهمتيني. يعني هذا الشيء هذا طلع لي في راسي بالعربيه فهمتيني. طلع لي في راسي يعني كنعيش واحد الحياه اليوميه اللي هي تعيسه جدا لا من ناحيه نفسيه ولا في صدري. يعني كنحس براسي انني ماشي هو هذاك باغي نبدل المحتوى. في اطار التنازل شفنا بان يعني رغبنا كاملين الشينويه وتكلمنا مع 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 مع, مع ولد الشينويه في التليفون. اكيد انا ولد الشينويه هو راه قلبه بيض هو ولد الناس. انتم كنتم عاشرين كنا معاشرين شحال هذه وكنت تلاقيت معه في الامارات في دوله الامارات في مدينه دبي وكان عرض علينا في واحد ريستورون كنا مشينا تغدينا وشحال من حاجه فهمتيني. ولكن من بعد ما بقاتش العلاقه هي هذيك. علاش السبب شنو اللي دخل بيناتكم خلى العلاقه ديالكم ما بقاتش هي هذيك؟ يعني انني خرجت قلت الحقيقه السيد ما تقبلهاش. يعني بحال صدمتيه فرشتيه. قطعت له معوينه كانوا كيشربوا منها بالحرام بالاخر من اليوتيوب كيديروا كيالفوا قصاص. اكيد اكيد اكيد. شنو الرساله اللي توجه لهم؟ الرساله من واش لهم هما ولا الناس؟ الرساله اللي توجه الاصدقاء الامس. اصدقاء الامس كما يقول لكم دوزنا واحد لا بيريود واحد الفتره اللي هي زوينه وكما طلعت انا بوجه مكشوف واعترفت بالاغلاط ديالي اللي كنت كندير كنتمنى انكم ما تبقاوش مخرجين عينيكم وبارك عليكم من هادشي هذا. كفى من استحمار الشعب وكفى ما تضحكوا على الناس. وكما طلعت انا بوجهي طلعوا انتم خصكم تعتذروا من المغاربه من الاخر. اكيد ان خاص يكون هناك اعتذار. مشاهدينا الكرام كان معنا الله نجري في هذا المباشر على اساس ان غنستقبلوك ان شاء الله في برنامج الصراحه راحه باش نزيدوا نتعرفوا عليك اكثر ان شاء الله ويتعرفوا عليك المغاربه. شكرا خويا الله نجري الله يحفظك. نزار اذا مشاهدينا الكرام دقيقه اجي يا خديجه واخا اذا مشاهدينا الكرام مباشره معنا خديجه الدار الكبيره امي خديجه الشينويه. بغيتي تبقى معنا الله نجري بقى معنا تفضل امشيين واخا واخا. معنا امي الشينويه اللي رغبوها المغاربه رغبوها الصحافه رغبوها العائلات رغبوها الناس كاملين وفي الاخر ولله الحمد هي صراحه كانت جايه لا الجلسه اللي فاتت انا شاهد ولا هذه الجلسه كانت جايه وجايبه التنازل في يديها. شنو نقول لك ولدي هذا الشيء اللي قلتي كله كاين ولكن حاجه وحده اللي ضيماتني وضيمت لي خاطر ولدي علاش يقولوا تنازل بتنازل ويقولوا حنا دايرين بلا رضاه بحث عليه خصو يدير هذا الشيء ما كاينش. هو صرح بها اليوم الاستاذ ما كاينش هذا الشيء وهذا المسطره اللي كيقولوا ولدي عير اعطيني صوت وصوره السيدي بلا ولدي عير وسب ولدي تحاسب الله يخليك. وشحال الجلسه كي كانت اليوم؟ لا الجلسه يعني كل شيء كيهضر على حقه الاستاذ ديالنا كيهضر على حقنا والاستاذ ديالهم كيهضر على حقهم. شنو قال شي وصف لنا الجلسه كيفاش بانت لك غيتا وهي في الكاميرا الحاله ديالها؟ بقات فيا وبقات في ولدي وبقات في بناتي. حنا ما بغيناش لا الحبس حنا فمها اللي جابها ليها. كيقول لك واحد المثال سد فمك لا تخلص عليه الخطيه. كاينه ولا لا ولدي؟ واش انت غادي يعني غادي في واحد الطريق ناجح فيها مثلا رضا ولدي انا كنتمنى التوفيق للوليدات البنيه تحملوا تيب كاملين ياك غادي في واحد النتاج غادي به وتجي انت ترسي من التحت اشنو بغيتي عنده؟ علاش انت تناقشي معاه وتقولي ليه جبت الكاغط؟ يلا خطبه هذيك باقي حتى شهر 8 ان شاء الله وقلنا غادي نديروا العرس وغادي نديروا غادي ندير خلات هو من هنا ومرتو من هنا والمشاكل والصداع والفراق وبزاف د الحوايج دخلت بواحد الشؤون بعيد عليها. وتصور ولدي هذه اللي كتقول لينا يا ولاد الفاعلين يا ولاد التاركين وغادي نمشي للقبر ونهز مولي والده من القبر ندير لا ديالي واش مو ولا لا يا ولد الفاعليه يا ولد التاركه علاش هادشي؟ علاش كنتي
بزاف. القضيه ديال الزواج راه مجموعه من المعطيات ومجموعه من الشهود خرجوا قال لك اودي راه ما كاين لا زواج لا والو، هادو راه دايرين فيلم على المغاربه. لا الكذوب الكذوب على داك الدب غادي يجي يشري هلاها وهالكذوب اولدي ما كاينش هادشي كاين. الدب نقدر نجيبو نعطيه لك ونتصور به ونهضر الدم عليه. لا راه باقي عندها دايره ميكينتا دايره براسليات دايره خاتمها دايره حويجاتها. واخا شنو اللي خلاك متاكده بان داكشي ماشي فيلم؟ قلبي شويه انا راه حيت انا شنو كان شي حاجه غادي تصار معايا ولدي وغادي يقول لي امي لا هذاكشي كاين وان شاء الله غادي تبان النتيجه ديال الريضه في اقرب وقت. في اقرب وقت غادي يشوفوا الناس المتبعين. غيكون العرس وغيكون العقد ان شاء الله ولكن الا ربي الا كتب الله سبحانه وتعالى. ولكن كيفاش غيكون عرس كيفاش غيكون صلح وما دخلوا في الاعراض ولا كيتسابوا وتخاصموا؟ شوف مصارن في الكرش وكيتغايروا. ودخل طرف ثالث بغى يخطب حريوده حتى هو قال ويلا بغاتو الله يكمل ليها بالخير. الا جاها خير من الريضه لكن حتى مشكل الله يكمل عليها وعليه. دابا حنا هذا ماشي موضوعنا، هذا الموضوع مع المده كما قلتي غادي يبان. يبان الشهود راه بانوا الشهود وعطاو معطيات. دابا حنا في اطار الصلح وفي اطار تتبعنا القضيه ديال القايده غيتا مع ولدك. مراد ولدي غيتا عيقات بزاف عيقت بزاف. واش ملي كان رضا مصاحب معاك ايزامي ديالك ايزامي ديالك خوك يعني كنتي بخير وعلى خير انت وياه، ولكن ملي صاحب مع حريوده ودخلوا في واحد النصاب ديال كتقول ليه لا بغيتيني هنا وكيقول لها هو لا بغيتيني هنا ودخلوا بزاف الحوايج. علاش انت تعيطي لي وتقول لي شوف ود الفلبينيه ود الفعله ود التركه جبت الكاغط ولا نهرس امك ولا ندير لامك ولا نفعل امك ولا نطيح امك؟ علاش علاش كنت هي علاش جاك السم على 300 كا ديال مشاهدة مشاهدة. الناس كيبغيوه محب ديال الناس كيحبوه عزيز عليهم معود ليهم قصة حياتهم النهار اللي تزاد لدابا. مراد ولدي بزاف هي بزاف هي حقراتو وهي تعدات. زيد شوية هنا خير قسما بالله العلي العظيم واحد المرة كانت معنا القايدة غيتا في طنجة هي وواحد السيد آخر كنا جالسين وفي ديك البركة هذيك هي اللي بدات الأولانية شبرت حطت ستوري عندها في تيك توك وكتبت أين هو العقد كفاكم استحمار الشعب يعني هي اللي كانت السباقه. هذه شهاده صحيحه وحشومه ها هي وهو الدري كيشهد هما شحال من واحد الناس هما في المحكمه كيقول لك تنشهدوا هي اللي مدمره هاد الدري هي اللي بغات تدمره وهذا الشيء كل شيء ودارت اكثر من جهدها وحيدوا لي القناه ديالو. علاش حيدوا القناه ديالو؟ وحشومه وحشومه عليكم راه الله كاين راه بنتي ما بغيناش لك الحبس حنا حنا شدي غير فمك راه كاع عندي البنات عندي بنياتي وعندي ولادي وعندي انا راسي من هنا لغدا واش نصبح ولا ما نصبحش. بزاف اخويا انت قابله على هادشي اليوتيوب هاد الافلام اللي كيديروا؟ لا 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 انا ما عندي قناه ما عندي حتى حاجه ولدي. انا لا بنت مع عائشه بنتي ولا بنت معاه هو. جا الدار دايده طونسيو لعب عليا رجع طونسيو لعب عليا 24 كيطلع ليا القلب. اشنو بغاو عندي؟ اشنو بغاو عندي؟ شنويا 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 اشنو بغاو عندي؟ تشهرتي هاد الايام بزاف اولدي بزاف. انت هادشي كيأثر عليك نفسيا؟ أثر عليا نفسيا اقسم لك بالله تمنيت نموت. لا لا باس عليك لا باس عليك ورا مرت لا باس عليك ومرت اولدي مرت لي ما ناض لي ناضت ولا لي ناض بعدوا منا خليونا في حالنا وفي حالي مع بناتي في حالي مع اولادي. عذبونا عذبونا يا ربي تاخذ الحق يا ربي تاخذ الحق يا ربي تاخذ الحق. شنو اللي سالي توجه لهم الكاميرا؟ انا كنطلب منكم الله يرحم الوالدين الله يجازيكم بخير بعدوا منا. واش حبونا الناس وحبونا الناس المتابعين الله يخليهم لينا ويخلينا ليهم. عطاها تشرب بزاف بزاف الله بزاف تعذبنا بزاف تعذبنا. كنوجه الله سبحانه وتعالى يبعدوا منا. علاش حنا محبين عند الناس كيبغيونا الناس؟ علاش الناس كيبغيونا وحنا كنبغيوهم؟ علاش ولدي عنده 300 كا؟ علاش عويشه عويشه ما بقاتش كتدخل قالوا تيب مريضه ليا؟ اللي فينا كافينا ولدي اللي فينا كافينا خلنا عليك بالله اللي فينا كافينا ولاد الحاله بزاف عكره هادي تادي بزاف صافي دخلنا عليك بالله ما فكاش الجره صافي الله يرحمها هو نزار كيبوس الفرج حاجه ولدي نوض صافي نوض انا مشي هادي نوض انا مشي نوض انا
برديتي مولا غادي نشوفوا كيفاش نديروا هذا نقضيوا النهار بزاف اولاد. عطيتي التنازل قدام المغاربه شنو الطلب ديالك شنو اللي الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين ما يجبدوش ما بقينا بغينا مشاكل اللي فينا كافينا اللي فيا كافيني بزاف. باش عطيتي التنازل واش تعرضتي لشي ضغط شي مساومه؟ لا لا بخاطري بخاطر ولدي وطلبت ولدي وقلت لي انا راضيه عليك وهالسخطة رضا وليدي ما عندنا من نديروا بهاد المشاكل. تعدات عليك فاتت القانون تعدات علينا بزاف د الحوايج ولكن حنا الله سبحانه وتعالى حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل اللي كيجبد شي نويه وبناته ولاده حسبي الله ونعم الوكيل وباقي عندي ما نقول وباقي عندي ما نوري حيت هادشي بزاف راه موته وحده كاينه راه بزاف دامرنا راه بزاف دامرنا بزاف داك تهدي بزاف 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 بزاف. اذا مشاهدينا الكرام التنازل اعطاته الشنويه رغبوها الصحفيين رغبوها رجال الاعلام باسو رجلين لا حاجه وجهو رجليا ولادي كل شيء كيرغبها ولكن حاجه وحده هيا هيا مراد مراد بلاتي بلاتي حاجه وحده كنطلب منكم الله يسهل عليكم انا اللي جبت لي ولدي وبناتي هالعار ديال الله راه حسبي الله ونعم الوكيل بغي يجبد الشنويه ولادها هالعار ديال ربي الا ما خليونا وراه حنا هاد المتبعين كنبغيوهم وكيبغيونا ولكن يعني مسامر الميدان ما خلوناش مع هاد الناس. دابا الطلب الواحد ديالك هو انهم ما يبقاوش يجبدوكم او ما تبقاش جبدكم وما تجبدناش هي وما جبدنا حتى والعيب والعار حنا الا جبدنا شي حد يقصد القضاء ونمشيو حتى حنا نترباو. شوف 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 ايضا حنا عاوتاني بدورنا مشاهدينا الكرام جيتي عندي الدار ودخلتي واش بنت لك خايبة لا الله يعمرها دار اشنو بالك كبيرة شي شغلك كيهمناش لا 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 ماشي شغلي لا 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 واش بنت لك امراة الله عمرها دار لعبة دور الراجل ودور الام ولا بنت لك هذا وكبرتي في عينينا اكثر من قدمتي اليوم التنازل قدام المغاربة مراد تقول شي حاجة انا نقول لك ما نقول الحاجة المهمة انت حضرتي الجلسة اللي فاتت اش دارت لي دارت شي يسلم عليا قلت لي ما تسلمش عليا انت ما مزيانش قول على خوك علاش دير مع رضا قال لي اشنو قلت لي ما نقولش لك سير تجي ومازال غادي نوري الاوديوات ومازال غادي نوريه كل شيء دابا اش داروا لينا شدوا داك الشيء ديال التسجيلات اي لقطات وهذا وقادهم وصيفطهم شكون اللي صيفطها لهم هذاك صاحب نادا ولا مصيفطهم لهم انا قلت دابا فاش شكون صاحب نادا انا غادي في المعنى لا انا ماش ما تهضروش معايا بالالغاز انا ما تسميش لا ما تسميت حتى شي واحد لا 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 ايوا مع العشرة ديال الليل في قناة خوك الجو كنحط لها كل شيء ديال الخيار ما ما مال الجوك مالو الجوك مالو قلتي لي قبيله انت كتدخل في كل شيء اي بعد منه ويمشي تبع خدمته هو تبع المستويات ديالو اش بغى بهذه المشاكل لا خلينا لا اش لا 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 مالو السوارت عنده لا القانون القانون ماشي هو ماشي هو يدخل الحبس ما عندوش السوارت هو عنده قناته متبعه القانون سير شوف بغيتي تنجح وبغيتي ربي يكمل عليك عمرك ما تتعدى وربي كاين ما تعداش ما تعداش راه عندك وليداتك وعندك امك امراه واختك امراه وانا واقفه معك امراه تشوفها بعينك شده متلبسه شده متلبسه لا انا لا انا لا هذا الولد لا هذا الولد لا هذا انت واحد ما غادي القانون القانون اخلتي القانون القانون لا لا يحمي المغفلين الحمد لله السلام عليكم دابا دابا مشاهدينا الكرام التنازل هو عندي غنتسناو التنازل اللي دخلتي فيه الخيط بيا اليوم اليوم نفكر ان شاء الله اليوم مشاهدينا الكرام وتنازل ماشي حنا راه ما دايرين صداع ما معاير ولدي لا نساب ولدي انتم ما طلبتوا والو حنا غنطلبوا حنا هذا نداء المباشر مشاهدينا الكرام كنوجهوا نداء وطلب الاستاذ محمد السناوي المحامي المحترم والاستاذ نبيل النوري المحامي المحترم باش حتى هما يديروا تنازل العائله ديال ولد الشنويه باش تكون القصه ديال هاد او تكون النهايه ديال هاد القصه هادي نهايه سعيده. نزار شناك هاد الايام كامله وانت طالعها بالدس عليك ضعفيتي ضعفيت بزاف هذه حاله نزار هذه كنت انا من الاول قسما بالله العلي العظيم راسك غادي يضرك قبل والله خالتي الله ضعفيت قسما بالله نهار شدات غيتها وهي كتبان لي في المنام الناس ما كنشوفوش انا قسما بالله خالتي ربي شاهد عليا والعواشر هذا دابا انا شو كندير انا شو دابا انا شو كندير هنايا واش انا عندي نص مليون 500 كف القناه ديالي واش عمرني صورت شي فيديو كنهضر فيه على غيتا كنبان في المنابر المنابر الصحفيه لهذا هما شو عائلتي كبروا الموضوع بالرجوله انا
كل قضيه بقات عندي انايا. رضا غادي فك بلاتي احسن هضرت معاه وخرج رضا يقول لي انت كتكذب. رضا كنهضر انا وياه علاقتي معاه مزيانه صلحت انا وياه كان غادي يصيفط لي التنازل انا كنت غادي ندلي به عند المحامي وغادي تخرج مقابل ان غيتا غتسني التزام. القضيه كبرات اي غيتا بقى دابا في الحبس ديك الساعه كون خليتو ليا قضيه في يدي انا كون غيتا خرجت شحال هادي خرجت وغيتا مرضيه الوالدين علاش كلشي خلاها داك شوف كلشي اشهد الله والله قسم اللي رسميته بالله العلي العظيم كلشي خلاها ولكن شكون اللي بقى واقف معاها نزار هادي اللي كتقولوه بيه الحمق. الحمد لله عندي الرجوله فهمتيني عندي واحد الحاجه اللي انتم افتقدتوها هادشي علاش كنبان لهم انا بحال الحمق قبيل السيده واقف مع ربعة الجلسات وانا كاين هنا اش من اناقه ولا جمال عندي في هادشي راه مخلي مراكش مخلي اكادير ولا هلي يقول لكم شنو عندي تماك المانجر ديالنا المهم اللي كيتبعنا راه غادي يعرف شنو كاين ولكن انا مخلي هادشي كامل وانا وجه المحاكم جاي واقف مع غيثا ولو يخرج شي واحد يقول ما تعاونش غيثا انا ما كنعرفش هادوك انا كنعرف غيثا لا اكثر ولا اقل والحمد لله خالتي باش عرفوها القلب الكبير غدير تنازل مقابل ان ولدتها ويجي التنازل بوان فينا ما طالبش حاجه اللي هي صعيبه الشهاده حق شكون اللي ظالم غيثا ولا ولد شنويه يلا شهد حنا اليوم الصلح هاد شهد الله راه كنبغيك توصل ولا ما توصلش لعند ميمتك يلا عطيني هاد النقطه قدام هاد الناس الله يجري تعرف يلا ما تخاف مني ما تخاف من اي واحد من الله هتنعس في قبرك بوحدك انا نعس في قبرك بوحدي قسما بالله كلمه واحده قدام الناس قدام الناس شحال من واحد داخل الله يلا يلا مرحبا خالتي كلام كبير انا الطرب ديال رجلك عطيني كلمه من الطرب ديال رجلك نبوس لك لا لا تبوسهم لي بالخير لا نبوسهم لك انا عطيني شكون اللي ظالم كلمه واحده قدام هاد الناس قلتي تنازل خديجه جبناه اللي قلتي عطيني كلمه واحده نعطيك جوج كلمات اليوم دنيا وغدا الاخر عرفت اليوم الدنيا وغدا الاخر عطيني كلمه وغدا غادي نتعاقبوا يلا الحياه راه غير رجعت نسمعك شوف لا غيثا لا رضا لا انا لا هاد الناس غير فاتي غير الناس يلا عطيني شكون ظالم نجاوبك على سؤالك يلا كلامك هو الحلو ايه؟ كلامك هو الكبير ايه جوك تهضر جاوب لا عندك جاوب المشكل جاوب ماشي مشكل خالتي كنعرف ما عنديش انا كنعرف كاع فهمتيني وكنعرف رضا راجل فهمتيني وانت احسن المهم احسن ام عرفتها في حياتي كامله الله يخليك يطول لي عمرك ويخلي لك امك وبحضور ميمتك حتى هي عفاك خالتي صافي عطيني التنازل عطيني كلمه قدام التنازل عطاته دابا حنا شهادة حق عطيتي التنازل صافي عطاته التنازل عطيتي التنازل عطاته التنازل ها هو كاين والله يرحمك بالوالدين خالتي عطيني شكون تعلم عطيني شكون تعلم علاش كتهضر يا خالتي دابا سؤالي موجه ليك انت مرحبا شكون الظالم واش القايده غيثا ولا ولد شينويه رضا ولد شينويه شكون اللي قلت لك ديك حريوده وديك بنتها اه ما سبب المشاكل قسما ولكن عطينا شكون الظالم ولدي ولا غيثا هادو جوج انت حكمتي قلتي لي امي تنازل على وجهي انا قلت لك ما كاين مش عطيني دابا بهذا انا نجاوبك اخالتي أيه؟ راه اليوم الدنيا وغدا الاخر السي مراد راه عارف المهم انسان مزيان انا غنجاوبك اخالتي دابا المشكل والله تعالى نهضر شوف ربي شاهد عليه والمحكمه شاهده علينا فهمتيني والمحكمه ديال الاخر غادي نحضروا لها غدا يوم القيامه المهم انا غنهضر هضروا شهادة حق وانا متاكد بان المغاربه في التصريح هذا غيوليو يحترموك غيحترموك مزيان بيان سور اه شكون الظالم قلت لك اسكت خلينا نهضروا صافي الله يرحم بها الوالدين بقا ديرونجي فينا صافي ما قالك قال لك غير شكون الظالم دابا غنهضر خالتي وكلامك هو الكبير ماشي مشكل دابا نعاود لك السيناريو من الاول كيفاش طرا ما نكذبش عليك دابا غيثا كانت في مراكش انا كنت في اكادير ديك الساعه يلاه خارج من الحبس مضارب انا وياها كنعرض عليها اللانجري مشات ومع واحد السيده كيقولوا لها شوشو معروفه في السوشيال ميديا مشى وعد اللانجري واحد شويه ما عرفتش واش نادى لي عمراتها ولا ما عرفت دابا المهم سمعت نادى ما اش دغيتها اشنو دارت عطات الراي ديالها كان المهم الدستور المغربي كيعطينا الراي اننا نعطوا الراي ديالنا في اي حاجه بدون سب المقدسات انا نقول لك اللي كان اخويا مراد راه ولات القانون حنايا فهمتيني هزت التصويره ديال رضا ولد الشنويه اللي اصلا كاينه في الفيسبوك وكاينه عبر المواقع التواصل الاجتماعي وكتبت اين العقد اين الزواج اين هذه اين هذه الاس السي رضا معكم حمراء بلاتي السي رضا مع كل تحياتي ليه والصديق ديالي راه كنهضر انا وياه وطلعنا في اللايف كنسبوك ياك فهمتيني ما انت جبتينا صراحه انت ولد ديال الكلب ما خصكش نهضر لا 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 الناس ولا نساليو معاك هذا الحوار نهضروا سمع اجينا اشنو مشى طرا انا نقول لك اشنو دار نقول لك اشنو دار بلاتي
ما بغيتش نبدا نهضر بزاف اخي هضر حتي الضيوف ديالنا غتحترموا كلشي بغاني انا كبر في عيني علاش خرجت في نادر فهمتيني ولكن انت راك زباليتي المهم لا لا حنا ولاد القسم كمل القصه لان هادشي اللي تقال داخل في المحكمه ماشي مشكل هادشي اللي غادي ندير دار التصويره قالت اين العقد وشنو كتبات كتبات هادشي اللي قال في المحكمه ماشي مشكل هذه كنظن ما كيعاقبش على القانوني هذيك راه السير مع كل تحياتي ليه مبارك عواشري مبارك عواشري الله يخلي ليه الوالده ديالو وان شاء الله الله يهني من داك الناس ما عجبوش الحال ما عجبوش الحال دافع على راسه خرج رد عليها بوان فينا ولكن عطيني كلمه قدام هاد الناس راه قلتي اليوم الدنيا غدا قلتي دارنك عطيني شكون جبد القايده ولا رضا عطيني كلمه وحده قدام هاد الناس حيت مريضه انا ما غنبقاش نتصرف لا لا عطيني غير كلمه حتى كتهمنا عطيني كلمه انا نعطيك كلمه بلاتي دابا شكون اللي جبد نقول لك شكون اللي جبد دابا غير الا قلنا الا قلنا كاع جبدات راه ما قلت ما درتش حاجه ما خرج عن اطار القانون يعني جبدت انا كنسمع قدام هاد المغاربه كلهم ملي هي جبدت ولدي واعترفتي بهاد الكلمه انا مسامحه لها دنيا واخره السلام عليكم يلا كلمة أخيرة مشاهدينا الكرام ولله الحمد كما وعدناكم نهار الأول أن النهاية ديال هذه القصة هذه إن شاء الله غتكون نهاية سعيدة ويكون الصلح خليو عليكم ولدي أنا مزوجة فيكم في الله في الله الله يهديك أخالتي الله سيدي ربي الله يهديك أخالتي الله يهديك أخالتي أنت أنت أخو هو أخو خلي خلي بيناتكم ما يجبدوه ما يعاودش يجبدوه ما يبقاش يجبدوه ما تجبدوش ولا جبدكم ولدي حيت أنا 10% و100% 90% و100% وسمحوا لي الناس حيت شي واحد ديال الهضره التزام غيتسنى التزام بلاتي إلا إن شاء الله جبدهم ولدي ولدي ما غاديش يجبدهم و90% عيطوا لي وخلوني مني انا ولدي شوف انا كنهضر شو الهضره هذه موجهه لخالتي الا خرجت غيثا وجبدات رضا حكموا عليا بشحال ما بغيتوا ولكن انا كنعاودوا نرجعوا ويسمحوا لينا هاد الناس ها انت القايده كتقول لهم انا ما كنعرفش نزار وما بينو بينو والو كاينه ولا لا سمعتوها في هذا الشيء ولكن سمع يعني نقول لك كلمه واحده باش تركز معايا هذا الوقت حويجك اللي لابس فوق دارك وما بقاتش فيهم الثقه وسمحوا لي يا وليداتي لا ان شاء الله حنا متاكدين هذه الله يجعلها مغفره الذنوب والعواشر هذه والعواشر هذه والله يسمح ليها من ولدي اللي حطت فيه فيه واللي ما فيهش وحطت فينا اللي فينا وما فيناش والله كاين انا خليت ليها الله وكنوجه لها قدام العالم خارج الوطن وداخل الوطن حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل الا حنا تعدينا عليها ياخذ فينا ربي 10 حقوق وهي تعدات علينا ياخذ فيها ربي حق واحد ما بعد العداوه محبه ان شاء الله مشاهدينا الكرام وهذا الشيء كامل ان شاء الله ملي تخرج القيضه غيثا راه اكيد انهم غيتجمعوا غيتصالحوا وتكون جلسه صلح اليوم ان شاء الله خاتم ان شاء الله غادي كبير غتصيفط التنازل ولكن خاص التنازل ديال الرضا حتى الاخت فاطمة الزهراء وتا النور الجري سمحوا لي انا الهضره مع الطونسيما كلشي طلبني وقالوا لي خديجه واحتراماتي لبنتي واحتراماتي لولادي والكبير والصغير كلكم وليداتي كلكم وجوك ما ننساش على رجليها عائلتي شوف انا عندي عائلتي وعائله ولدي هما المحبين ديالنا هما المتابعين ديالنا خوتنا وحبابنا على قبلكم اعطيت تنازل وعلى وجه هذا الوجه الله يكبر بك اخي بوسلا اذا المشاهدين الكرام كيف ما عنونا الفيديو هذا لحظه تقديم تنازل القايده غيثا كيف ما كتشوفوا ان الحمد لله تم الصلح وتم التراضي ان شاء الله وتكون النهايه ديال هذه القصه هذه نهايه سعيده وحنا كنوعدوكم على اننا ان شاء الله باذن الله تعالى غنقدموا التنازل المحامي السي محمد السناوي وان شاء الله غادي نطلبوا غادي نرغبوا السي محمد السناوي وغنرحبوا غنرغبوا ايضا السي نبيل النوري غنمشيو عنده حتى المكناس وغنطلبوا وغنرغبوا وغنرغبوا العائله ديال القايده غيثا حتى هي باش دير تنازل العائله ديال الشينويه ويتم الصلح كلمه اخيره للجمهور باش نختموا هذا الفيديو خاين مازال يكونوا فيديوهات مع المحامون والمشاهدين الكرام شكرا باش نسلموا لهم التنازلات اي واحد تعاطف ليا مع القايده غيثا شكرا ليه بزاف وهذه رساله موجهه للعائله ديال غيثا فالله يخليكم من مصلحتكم التنازل ديال الرضا حقاش التنازل ديال لا التنازل ديال التقدير والاحترام الناس محترمه راه كتعاود لي عليهم بنتهم دموع كينزلوا لي كتقول لي الوالده ديالي راه هي اللي عندي كتقول لي ما تخيلش شي نهار والوالده تمشي عليا فالله يخليكم التنازل ديال بنتكم باش التنازل ديال الرضا يكون وتخرج انا الهدف ديالي هو انها تخرج ما بقيتش نعرفها شي غير تخرج ما بقيتش نعرفها غير ما بغيتش نشوفها انا في الحبس
هذا هو الكلمه الاخيره. نتمنى لكم التوفيق الله يكمل عليكم بخير. شكرا خويا نزار. اذا مشاهدينا الكرام كيف ما شفتوا كان هذا هو البث المباشر من امام المحكمه.